وكما تعلمين يا أختي الكريمة أنه خطة الحج عادة تبدأ بمجرد انتهاء الموسم الحج الماضي، يتم فيها مراجعة الأسواق التي تم التشغيل لها، نوعية الخدمات وأدائنا، وأي ملاحظات يعني تجري ولا تحدث خلال التشغيل لتفاديها لموسم الحج المقبل. انتهينا من فترة أو إعداد الخطة متكاملة، تبدأ بتحديد الأسواق ومن ثم توفير السعة المقعدية المطلوبة وأنواع الطائرات الملائمة للتشغيل إلى تلك الأسواق. يتم التباحث عادة وخاصة على الأسواق الكبيرة مع الجهات المعنية بتنظيم الحج في تلك الدول، يتم التفاوض وتحديد الأعداد، وهذه الحمد لله كل هذه الخطوات تمت. وأيضا يتم مناقشة نوعية الخدمات المقدمة على الطائرات للحجاج، بحيث أنه تشمل كمثال نوعية الوجبات وتكون ملائمة لكل جنسية. فالحمد لله انتهينا من هذه الخطة متكاملة، والآن وبعد أيام قليلة يبدأ في تنفيذها على أرض الواقع. طيب كم عدد الحجاج المتوقع نقلهم عن طريق الجو؟ إن شاء الله الخطوط السعودية سوف تنقل حوالي 360 ألف حاج من مختلف أنحاء العالم، من آسيا وأوروبا وأمريكا وأيضا الشرق الأوسط والخليج. فالأعداد 362 ألف حاج سوف يتم نقلهم على طائرات مستأجرة تبلغ حوالي 29 طائرة من مختلف الأنواع، وهذه استراتيجية ويعني الخطوط السعودية انتهجتها ومن فترة سابقة، هي عملية عدم تأثير الرحلات المنتظمة والأسطول المخصص لها بعمليات نقل الحج، والحمد لله هذه كانت خطة ناجحة. هل ستتقيدون بأعداد الحجاج المتفق عليها بين وزارة الحج وبعثات الحج الرسمية في الدول الأخرى؟ لابد من ذلك، وكما تلاحظين هذا الاجتماع هو اجتماع مجلس شركات الطيران العاملة في المملكة مع أخواننا وزملائنا ممثلي الأجهزة الحكومية العاملة في المطارات، تهدف إلى تبادل وجهات النظر وما هي الشروط والتنظيمات والتعليمات التي تخص عملية نقل الحج. وإحنا كشركات طيران ناقلة لهذه الحركة نلتزم بهذه التعليمات الحكومية ومن ضمنها أيضا الأعداد.